كنظن ماتش غادي يكون قاصح حيت اللعابه عندهم رحله لساوث افريكا في بريتوريا غادي يلعبوا الاخرين غادي يعطيو مفجعهم غادي يحاولوا حتى يديو الكاس. اللعابه ديالنا حنا شايقين فيهم غادي ان شاء الله حنا ما كرهناش واحد التعادل غير واحد لواحد المهم هي النتيجه ونفوزوا بالكاس ان شاء الله. يكونوا رجال راهم راه كيتقاتلوا معنا في هذا العام هذا ان شاء الله داروا اللي في جهدهم وحنايا راه معاهم وكنساندوهم وان شاء الله راه ما يخيبوناش. الماتش ديال الوداد غدا راه هو ماتش مصيري وماتش صعيب. النتيجه ديال 2-1 ماشي نتيجه مطمئن وكما كتعرف حنا راه الوداد فيما مشينا غنلعبوا وغنتقاتلوا على التهوني وان شاء الله كنتمنى من مكونات نادي الوداد الرياضي يربحوا ويفرحونا بهذا اللقب هذا ويهديوه للفقيد اسامه فالوح ان شاء الله. كونوا رجال وتقاتلوا كولوا الغازو عضوا معاهم في التراب وان شاء الله راه غيكون داك الكاس من نصيب. المقابله غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم غتكون صعيبه شويه نظرا للنتيجه اللي كان في الدار البيضاء بهدفين لواحد وغياب ديال جبران وسط الميدان الحمد لله غيكون التعويض ديالو ومقابله غتكون حاسمه ان شاء الله فريق الوداد البيضاوي بحول الله وقوته. كنعرفوا ان الوداد عنده واحد القوه عنده واحد الهجه في افريقيا دابا عنده اسم كبير في افريقيا له منصب وكل شيء كيضرب عليه حساب ديالو نتمنوا له التوفيق ان شاء الله. اللعبه كنقول لهم كونوا رجاله كيف ديما وقفوا مع الجمهور ديالكم اللي غيكون تما حاضر معكم ولعبوا على القميص ولعبوا على القميص والاسم لنادي الوداد العائله نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق بمشيئه الله.